عام كامل تأثر خلاله العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، فغابت الجماهير عن الملاعب وألغيت أحداث مؤتمرات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ولكن هل حان وقت العودة؟ في الغالب نعم. العودة في الأردن كانت مختلفة هذه المرة، فلم يكن التركيز على كرة القدم، ولكن كان الاهتمام الأكبر حول تنظيم مسابقتين لسباقات درافت كار، والتي تفاعل مع عودتها رواد السوشيال ميديا في الأردن، خاصة أنها أحد أشهر الألعاب في المملكة الهاشمية. لنشاهد هذا الفيديو. أعشق هذه الرياضة. البطولة الأولى كانت سباق للدريفت الأول، بينما الثانية كانت بطولة كار بارك دريفت، والتي كان قد تم إلغاؤها الموسم الماضي، وذلك بسبب جائحة كورونا. ولكن عاد الموسم الحالي دون وجود للجماهير من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية وإرشادات وزارة الصحة. رواد السوشيال ميديا تفاعلوا مع هذه السباقات، خاصة مع الأحداث المثيرة التي شهدتها تلك السباقات، ومنها هذا الفيديو. الآن نستعرض تعليقات بعض رواد فيسبوك حول هذه السباقات. فقال معتصم عبر فيسبوك: مبارك للجميع، بس بصراحة الحلبة لا تصلح كمضمار للدريفت. بينما علق طارق وقال: رياضة الدريفت من أجمل وأقوى الرياضات في الأردن.